قل أرجو التفصيل بين العبارتين الكفر بالعمل والكفر العملي. هذا سؤال جيد، لأن كثيرا من الناس حصل بين أو حصل في أذانهم خلط قبيح، وقبيح جدا في معنى الكلمتين. أولا، مصطلح الكفر العملي مصطلح أطلقه عدد من أهل العلم على الكفر الأصغر، فيقولون الكفر الأصغر ويقولون الكفر العملي، فهذه محل تلك وتلك محل هذه. وإذا قلنا الكفر العملي فإننا لا نعني بها قط الكفر بالعمل. الكفر عكس الإيمان، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كذلك الكفر يكون بالقول، يكون بالعمل، يكون بالاعتقاد. عندما يقول عالم ما هذا من الكفر العملي الذي لا يكفر أو لا يخرج صاحبه من الإيمان، ماذا يقصد؟ يقصد الكفر الأصغر، لا يقصد الكفر بالعمل أو التكفير بالعمل. لذلك نحن دائما نقول يجب أن نشرح المصطلح العلمي الذي نتباحث فيه قبل أن نخوض فيه نفيا أو إثباتا، سلبا أو إيجابا. أما أن نأتي بمصطلح علمي ثم أنت تفهمه على وجه وأنا أفهمه على وجه آخر ثم نتناقش ونتناظر، هذا مثله مثل القول القائل سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغربي. نحن نقول الكفر يقع بالقول ويقع بالاعتقاد ويقع بالعمل، لكن كلمة الكفر العملي من حيث هي مصطلح فإنها تدل أو تشير إلى معنى الكفر الأصغر غير المكفر. ومع ذلك نقول في هذا الزمن حيث اضطربت المصطلحات واختلفت لابد من توضيح كل لفظة يقولها القائل حتى تحمل على أحسن الوجوه المقصودة عنده، والله تعالى أعلى وأعلم.